تتغير قصف ملامحها. This is what the world's largest humanitarian crisis died from preventable diseases. War ravaged Yemen has been pushed closer to total famine. Across Yemen's southern port city of Aden on Sunday, fighters who say the country's exiled president clashed with domestic forces control much of his population. As the world looks on, the parents of its next generation can only watch, helpless. جدا ونحن في حرب في عدوان ولا يوجد لدينا اي شيء لا اعمال ولا اي شيء. أشكر صاحب الخير صباح الخير لبرانزا المغدائية وأول ما الله يسهل الله فرقكم عليه الله يسهل الله
السلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا في يومنا هذا تم توزيع زكاة فاعل الخير حسان علي جزاه الله خير الجزاء في محافظة تعز، وأغلب الأسر من الأسر المتعففة والمعوزة وأغلبهم من فقدوا فرص العمل والوظائف. تعز محاصرة، هذا إحدى الأماكن التي تعرضت للدمار الشامل أثناء الحرب والصراعات، وهذه الأسر أغلب المستفيدين فقدوا عوائلهم ومصابين متضررين من الحرب فقدوا مصادر الرزق، فجزاكم الله خير الجزاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ذلك ويجعل في ميزان حسناتكم. As the world looks on, the parents of its next generation can only watch, help.